بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تم الاحتفال بيوم باكستان بتجديد التصميم بجعل البلاد دولة الفلاح الإسلامي، وكما تصورها القائد عظم محمد علي جناح. وتم التوجه إلى الباري تعالى بالدعاء من أجل سلامة وتنسية واستحار البلاد، هذا وقد تقدم الشعب بجمع بالتقدير وإجلال للزعيم العظيم محمد علي جناح لقدرات الفزع وتزئياحتها الجليلة لكي يتنفس المسلمون والسعادة في الوطن المستقل لهم، حيث تم اعتماد مشروع قرار في اجتماع الرابطة الإسلامي لعموم الهند في 23 من آذار من العام 1940 لتأسيس باكستان، وعلى دعوة تنفصل المسلمون على الهند وفي وطن مستقل لهم سمي باكستان. هذا وبسبب الأنواع الجوية الرداية تم تغيير معهد إجراء العرض. بالمناسبة، سوف يجري العرض العسكري للقوات المسلحة يوم 25 من شهر الجاري، وقد تم الإعلان للعطلة الرسمي في إسلام آباد وراولبندي. وجه الرئيس الهندي رام ناس كوفند برقية تحنية إلى الفي خامس الرئيس الدكتور عارف علوي لمناسبة يوم باكستان، واستنادا إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، فقد وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندر مودي أيضا برقية تحنية الدولة. رئيس الوزراء عمران خان يقدم في التحاني ونوايا الحسنة لمناسبة يوم باكستان. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي لمناسبة يوم باكستان وتقدم ببرقية بتهنئة من الشعب الباكستاني، وقال بأن العمل المشترك الباكستاني الأمريكي مبني على الهدف المشترك تجاه الأمن والاستحار الإقليمي، وقال بأنه ستتم المواصلة التعاون المشترك في مواجهة التحديات المشتركة كخامة الأمن في أفغانستان وكورونا وتغيرات المناخية، وأضاف بأن ستتم توقيع التشارك مع باكستان في المستقبل. تتواصل احتجاجات الفلاحين في الهند بكل ذروة ضد القوانين الزراعية، وطالبوا بقلق كرناطك في 26 من آذار الجاري. فمسيرة الاحتجاجية في كرناطك طالب زعمان المسيرة درشن بعد براكيش تحية بغلق كرناطك في هذا الموعد، وأضافوا بأن سيتم القيام بمسيرة كبيرة وقوية ضد القوانين الزراعية المجحفة لحكومة مودي، وأضافوا بأن لما يتم فقط تطبيق هذا القوانين بشكل عام فحسب بالتم إجراء التعديلات في قانون إصلاحات الإرادي. يزداد عدد الأموات من فيروس كورونا في الموجة الجديدة يوما بعد يوم، كما يتم التشديد على التدابير الوقائية من استخدام الإقناع والمسافة الاجتماعية وتدابير الصحية الأخرى. ففي الساعات 24 الماضية فقد 72 الحياة، فيما الورد 3170 وحالة جديدة، ووصل عدد الوفيات هذا التاريخ إلى 13935. هذا وقد تم تشديد أجراءات الوقائية في العديد من المدن وفرض الغلق الجزئي في العديد من المناطق، كما تم غلق العديد من المطاعم بسبب خلقه للقواعد والأصول. أوعد وزير الخارجية أمريكا أنتوني بلينكن بتوفير المعلومات الكاملة لحلفية أمريكا الغربي اتحاد الناتو حول المشروع أمريكا للانسحاب من أفغانستان والإصلاحات. ففي المؤتمر الصحفي المشترك
مع العلمين العام لحلف شمالي الاطلسي البرقي براكسل، فقال بان امريكا دخلت افغانستان مع التحالف وسوف تخرج معها، وقال بان امريكا الامكانيات البديله بحاجه السدد وتشاور مع التحالف وتكسب مقترحات. في حادث اطلاق نار في سوبر ماركت في مدينة بولدر في الولايات الامريكية القضية 10 اشخاص بينهم شرطة، واطلع مدير شرطة في المدينة كريس ميرس للصحفيين بان تم لقاء القبض على شخص مشتبه بدلو في الحادث الذي اصيب برصاص الشرطة، واستنادا الى مسؤولي الشرطة فانه يتعنى تعيين الاسباب المحرضة وراء اطلاق النار، وسوف يتم الآن عن الحقائق في القريب الآجل. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.